من عرفت ان الكفن ماله مخابي كل ما يطري على بالي شريته. يا جماعة اقل سعر ممكن تاخذونه اليوم على المانجو، ما هو بنوع واحد، ثلاث انواع، قلب الثور والسمكة وش اسمه هذا؟ هذه السمكة. السمكة واللي هنا؟ هذه التيمور. اقل سعر ممكن تلقونه في المملكة. الصيف بدأ المانجو يرتفع سعره، هنا ينزل ولمدة يومين وسعر مجنون جدا. جماعة الكرتون اللي ب35 ولا ب30 ولا ب29 ولا ب27 ولا أقول لكم ب19، 5 ريال و75 هللة، وأكثر من 4000 كرتون دنة كاملة، واحد وهنا اثنين، إلى تاريخ 14 مايو بإذن الله في الفرعين، فرع أسواق النهدي المركزية، حي العوالي على شارع علي بن شيبان وحي الشفاء على شارع الخليفة المامون، والكل عميل كم؟ واحد كرتون واحد حتى يستفيد الجميع، أكثر من 4500 كرتون، الله يوفقنا وياكم، 5 ريال و75 هللة. يا جماعة تحدى بهالسعر اللي لقيتوه في المملكة هالأيام، هنا البوك 900 جرام الحجم الكبير، هذا اللي تباع بكم أنتم عارفين أسعارها. يا جماعة عرض قوي جدا إلى 14 مايو في فرعين، فرع أسواق النهدي المركزية حي العوالي على شارع علي بن شيبان وفي حي الشفاء على شارع الخليفة المأمون، إلى 14 مايو وبكم يا جماعة؟ حجم 900 من بوك ب9 ريال و95 هللة، وتقدرون تاخذون إلى حبتين لكل عميل، وب9 ريال و95 هللة الحبة، هذه اللي يبيعونها ب25 تاخذونها ب9 ريال و95 هللة، تتابع وتشوف وتقول يا بلاش، استفيدوا من هالأسعار اللي مدتها يومين فقط. يا جماعة من أرقى شبيه الحليب السائل، هذا 170 جرام اللي بريالين ونص ولا بريالين، وإذا سووا عليه عرض يقول لك ب1.95 هلا، ما في هالكلام، عروض جدا 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 قوية في أسواق النهدي المركزية فرعين فقط، حي العوالي على شارع علي بن شيبان وحي الشفاء على الخليفة المامون، بكم يا جماعة؟ أقل من ريال بالهلل، 75 هللة فقط، وتقدر تاخذ إلى 5 حبات والحبة ب75 هللة فقط وشامل، يا بلاش، يومين إلى 14 مايو وما شاء الله كميات تنزل باستمرار، وهذه الكراتين مثل ما نلاحظ ونشوف تعبئة مباشرة، 75 هلا لهبل فقط. البيض أقل سعر في المملكة وبشكل كامل، فك لي هذا الله يعافيك، طلع لي واحد خلنا نشوف الحجم والطبق كامل. يا جماعة طبق 30 حبة هذا هو، كم تأخذونه برا؟ 15-14 إذا سووا عليه عرض ب5 ريال و75 هللة. هالعرض نزل اليوم ومدته يومين إلى 14 مايو في أسواق النهدي المركزية فرعين في الرياض، فرع حي الشفاء على شارع الخليفة المأمون وفرع في حي العوالي على شارع علي بن شيبان، طبق البيض ب5 ريال و75 هللة. شاهي أقل من مزارع الشاهي، يا جماعة شاهي دهمة كرتون كامل بداخله 100 كيس، هذا هو قدامكم، هذا هو داخله 100 كيس وعليه يقول لك ذهبي، إذا ما جاز لك رجع على أسواق النهدي. هالكرتون بكامل بكم يا جماعة؟ ب5 ريال و75 هللة، وتقدرون تاخذون إلى 5 كراتين والكرتون ب5 ريال و75 هللة. أيضا عندكم هنا شاهي أنور علي الكرتون بداخله 100 كيس وب5 ريال و75 هللة فقط، عروض لمدة يومين في أسواق النهدي المركزية فرعين، فرع في حي العوالي شارع علي بن شيبان وفرع في حي الشفاء على شارع الخليفة المأمون، 5 ريال و75 هللة الكرتون كامل. الله تبارك الله، معنا أحد المتابعين هنا، أشوفك مباشرة جيت متابع، ما شاء الله تبارك الله، يقول شفت سيارتك برا فقلت ما أتوقع أن ماجد بيجي علينا الآن، سبحان الله إنه يسمع صوت يقول ماجد، قلنا نعم ماجد، تحمدنا بالسلام الله يسلم عمرك، وكيف شفت العروض؟ والله العروض صراحة تحطيم أسعار لله، تستاهلون والله، أنهم يراسلوني لهم عدة أيام قالوا فيه عروض قوية جدا نبيك تجي، يعني يوم وصلت أنت وما وصلت الظهر ثاني يوم صح؟ إيه على طول انجلت عروض ما انجلت مثلك، تستاهل، ما في جبت البوك والسعودية معجون السعودية، هي إيه معجون السعودية هذه صراحة ما نزلت، يعني نقول مثلا السكر يمكن أول ما أفتح الفرع صحيح صار العرض هذا، لكن جبنة بوك السعودية صراحة على مستوى اليوم أيضا صحيح. بوك 900 جرام ب9 ريال و95 هلالة، يعني عرض إيه. اللي ب25 ب9 ريال و95 فعلا يعني. لا عندهم عروض صراحة ما صارت، ممتاز. أقل سعر على موية نوفا، يا جماعة الناس تسوي عروض على أنواع ثانية من الموية، هذول يسوون عروض على نوفا القطرة 200 ملي، الكرتون اللي بداخلها 24
حبة، هذا دائما يسوون عليه عرض مرة ب 11 ريال ونص، ولا إذا كان قوي عرض 9 ريال و95. هلا يا جماعة، مياه نوفا قطرة حجم الربع الكرتون كامل ب 5 ريال و75 هللة، وتقدر تاخذ الى كرتونين ب 5 ريال و75 هللة الكرتون. وشوفوا ما شاء الله الكميات، ايضا هنا الكميات، وهنا ايضا الكميات، والكرتون ب 5 ريال و75 هللة في اسواق النهد المركزية فرعين، فرع حي العوالي شارع علي بن شيبان، وفرع حي الشفا على الخليفة المأمون، 5 ريال و75 هللة من نوفا. لكم هنا البطاطس الكيلوين ونص الحجم الكبير، هذا كان ب 28 ريال وصار ب 20 ريال و95 هلا، والكمية محدودة لكل عميل تقدر تاخذ إلى حبتين. مع صدور الدجاج الطرية من الكبير، جودة عالية ومعروف الكبير يا جماعة، هذا حجمه كيلو، هذا يباع 23 ب 22 ب 19 إذا صار عليه عرض قوي. أنا أقول لكم تاخذونه ب 13 ريال و95 هلا، وتقدر تاخذ إلى كيلوين يعني كيستين من هذا، وب 13 ريال و95 هلا للكيسة في أسواق النهد المركزية لمدة يومين إلى 14 مايو في شارع علي بن شيبان بحي العوالي، ولا شارع الشفا شارع الخليفة المأمون بحي الشفا. علبات المخفضة هنا كتلي يا جماعة، تأخذونها بكم؟ هذا 170 جرام وبسعر ريال و95 هلا له فقط. المواد الغذائية المخفضة عندكم الطماطم الجاهز، العلبة 400 جرام، 1 2 3 4 5 علب بكم؟ ب 11 ريال و50 هللة من ريم. أيضا هنا السعيدة تأخذون 4 علب ب 11 ريال بس، أيضا هنا من الجميل 4 علب ب 12 ريال فقط، وكل هذه مواد غذائية ومعلبات مخفضة. المواد الغذائية المخفضة عندهم هنا الفول سواء من أرقى أو السعيدة ل 400 جرام، تأخذون 4 حبات من أرقى ب 11 ريال و50 هللة، أيضا من السعيدة ل 4 حبات ب 11 ريال و50 هللة. الفاصوليا من حدائق السعودية أو حدائق كاليفورنيا عفوا، تأخذون 4 حبات ب 11 ريال و50 هللة في أسواق النهد المركزية فرعين زي ما ذكرنا، حي العوالي شارع علي بن شيبان وحي الشفا على الخليفة المأمون. الرز وبأسعار مخفضة جدا، والعشرة كيلو يا جماعة عندكم هنا الرز أبو سيارة، العشرة كيلو طبعا رز مزة بسمتي بكم يا جماعة؟ هذا كان ب70 ريال، لا حطوه ب65 ولا 59 ولا 55، ب46 ريال فقط، ولكل عميل تقدر تاخذ إلى كيسين حتى يستفيد الجميع لمدة يومين إلى 14 مايو في أسواق النهد المركزية فرعين فقط، فرع حي العوالي شارع علي بن شيبان وفرع حي الشفا على الخليفة المأمون، 10 كيلو ب46 ريال. ما شاء الله المواد الغذائية المخفضة عندكم، المكرونة من رانا الحبة 400 جرام، تأخذون 5 حبات وكل حبة 400 جرام، وعندهم الخواتم الأصابع الاسباجيتي منوع، 5 حبات ب 11 ريال و50 هللة في أسواق النهد المركزية فرعين الخليفة المأمون في حي الشفا، وأيضا حي العوالي على شارع علي بن شيبان. المكرونة بأسعار مخفضة عندكم مكرونة المعدة، تأخذون 1 2 3 4 5 6 7 حبات وكل حبة 400 جرام، زي ما ذكرنا خواتم أصابع سباجيتي منوع، 7 حبات ب 11 ريال و50 هللة فقط.